ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة بنغازي الليبية العميد محمد المنفور آمر عمليات السلاح الجوي الليبي. أهلا بك معنا سيد محمد المنفور. بداية سيادة العميد، لو تطلعنا عن الأجواء العامة داخل مدينة بنغازي بعد إكمال عملية تحريرها. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مدينة بنغازي عروس البحر المتوسط على الشواطئ الليبية، بؤرة الكفاح والدفاع عن ليبيا عبر العصور. هذه المدينة اليوم تخرج على الدواعش وتنتفض وترميهم في البحر المتوسط. مدينة بنغازي دائما تأتي منها حركات التحرر في كل ليبيا وفي الشمال الإفريقي. اليوم كل أهل مدينة بنغازي والمدن المجاورة يخرجون في تظاهرات واحتفالات، هم وأولادهم وأبنائهم وبناتهم وزوجاتهم يخرجون في الشوارع، لأنهم راهنوا يوما على قواتهم المسلحة، وراهنوا على قيادة القوات المسلحة بقيادة سيدي المشير أركان حرب خليفة بن القاسم حفتر. راهنوا يوما وذهبوا إلى بيت المشير وطلبوا منه قيادة القوات المسلحة، وقام بواجبه على أكمل وجه. نحن نقول للشعب الليبي هنيئا لك بنغازي، وهنيئا لك تحرير بنغازي. نحن نقدم مدينة بنغازي وتحريرها هدية للأمة العربية. نعم. ونتمنى أن تحذو حذوها مدننا في الشام والعراق واليمن. نعم سيادة العميد، يعني ما هي المرحلة والمهمة المقبلة بعد إتمام التحرير؟ المرحلة القادمة طبعا تقررها القيادة العامة. نحن في القوات المسلحة سنكون متأهبون وسنكون جاهزون على أهبة استعداد للدفاع عن كل شبر من الأراضي الليبية. أي أرض ليبية تتعرض للتهديد نحن جنودها. هناك تعليمات سوف تصدر من القيادة العامة، ونحن سوف نسمع وننفذ هذه التعليمات. نعم سيادة العميد، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة بنغازي الليبية، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.